حبيبتي عندي نص كيلو ديال اللوز اللي طحنته مع السكر، مع ربعة ديال السكر، 250 غرام ديال السكر. وعندي هنايا درت فيه معلقة ديال الزبدة صغيرة، معلقة زيت صغيرة هادي، ودرت فيه قشرة الحامض، ودرت فيها واحد لافاني هادي نتاع البرتقال، زهرة البرتقال الصفراء. ودابا غادي ندير فيها واحد نص معلقة المسكة الحرة مطحونة مع سنيدة، انا عندي دائما كنطحنها وكنديرها مع سنيدة كتكون جاهزة. وعاد فيها واحد المعلقة، جوج معالق صغار ديال الكوفيتير باش كتجي معلكة. كوفيتير ديروا اللي عندكم، انا درت المشماش. دابا غنبدا نجمعها، البيضة هي الاولى، عيني ميزاني ونشوف. وفيها واحد الخمارة ونص ديال الكاطو، كنديروا جميع المقادير البنات في دقه وكنعجنوا في دقه ونخليوها ترتاح 30 دقيقه. دابا غادي نزيد شويه من هذه، يعني نص ديال الاخر، صافي. ونص كنخليه الحلويات اخرى. صافي البنات، دابا غادي نعجنها مزيان وغادي نخليها ترتاح واحد نص دقيقة، نص ساعة. بسم الله، راه كتجي بنينة في المذاق وكتجي معلكة. إذن هادي غندير فيها جوج ديال الطرق، جوج ديال الأشكال، عجينة وحدة ونخرج منها جوج الأشكال. وحدة غنديرها باللوز إفيلي، وحدة غنديرها في سكر كلاصي، باش يوليو عندي ثلاثة ديال الأشكال ديال اللوز. إذن ما غاديش نزيد لها البيضة الثانية باش ما تجينيش العجينة جارية وتسيح لي في الفران. صافي، غادي نخلي هاد العقدة حتى تشرب مزيان، نديرها في واحد الطاسة ونديرها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ومن بعد هانتوما معايا، من بعد نرجع عندكم نوريكم الطريقة ديال التشكيل، وحيت نطيبها نوريكم كيجاو. يلا حبيبتي هانتوما معايا، اشوفوا كي كتجي، متخافوش عليها، غادي نخليوها تشرب، كتقصح وكتشرب في الثلاجة واحد 30 دقيقة ونرجع لكم. يلا حبيبتي نتوما معايا، البنات الملو، ها هي البنات الملوزة ديالنا من بعد ما بردات في الثلاجة. انا كنكورها وكنديرها في البيض، من بعد كنديرها في اللوز إفيلي وكنحطها مفرقة. ها نتوما البنات كنحطها مفرقة، يعني اتساع بين كل وحدة. اذا غادي نكور معكم عاوتاني وحدة، يعني ميزانية كنديرهم انا غير صغيورين، مكنبغيش نديرهم كبارين، كندير لهم البيض، بياض البيض صافي، ندردرهم في سميتو شويه، غندير لهم هكا وشويه غنديرها في السكر كلاصي باش كيجي عندنا جوج الانواع. صافي، عاوتاني كناخذ نفس القياس البنات باش يجوني عبر واحد، وندير لها بياض البيض مزيان، نحطها في اللوز إفيلي خضر ماشي طايب، نقطع نعوضها مزيان ونحطها هنايا فرانسو يكون سخون، وندخلوها واحد 10 دقائق ولا صافي، حيت كلشي راه فيه طايب، فهمتوا؟ يعني غير تشد راسها يتحمر لنا داك اللوز إفيلي صافي. وهي الملوزة ديالنا وجبة، كناخذ نفس العبار، كنبغيش ندير حاجه كبيره وحاجه صغيره حيت عاد غادي تنفخ راه فيها الخماره.
خليو دائما اتساع بين كل وحده. وهكذا البنات حتى نساليو من بعد كطيب ونوريها لكم. هانتوما معايا يلا. وها هي حبيباتي، ها هي المليوزة ديالنا اللي فندناها في اللوز افيلي ودهنتها بالنباج ودرتها في الكويغطات. والى هنا كتنتهي السلسلة ديالي ديال الحلويات. يلا صحة فطوركم، مبروك عيدكم، وتعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بألف هنا. يلا حبيباتي مع السلامة.